السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. إذا مرحبا بكم، فنحن مباشرة في قافلة الذاكرة للشباب. ففوج الفلاح طاير الشباب الإسلامية بدوره شارك في هذه التظاهرة الخاصة بذكرى مجازر 8 مايو. كما لدينا أول شهيد في هذه المجازر التي قيل عنها أنها 45,000 شهيد، ولكن هي أكثر من ذلك. من أول شهيد لدينا في هذه المجازر 8 مايو 1945، أول شهيد هو الشهيد سعال بوزيد الذي كان من صفوف الكشافة الإسلامية الجزائرية، الذي كان من مواليد قرية الزايري ببلدية الأوريسيا في 9 جنوري 1919، وبها نشأ وسط عائلته البسيطة التي عكفت على حسن تربيته وتحفيظه القرآن الكريم الذي كان يعتبر مبدأ من مبادئ هذه الأمور، والذي يعتبر كأساس الكشافة الإسلامية الجزائرية. فببلوغه 15 انتقل رفقة عائلته إلى مدينة سطيف، حيث انخرط في صفوف فوج الحياة الكشافة الإسلامية الجزائرية ليزداد حبا وانتماء للوطن وبغضا للاستعمار. فبوزيد المتخلق الشجاع البطل الهادئ يستجيب لنداء الواجب ويشارك بالمسيرة ليثبت يوم 7 مايو 1945 العلم الوطني في مبنى صافالو، وفي 8 مايو يتصدر الموكب حامل العلم الوطني في مسيرة سلمية حاشدة انطلاقا من مسجد المحطة أبي ذر الغفاري، حاليا اللي راه الآن اسمه على أبي ذر الغفاري، لأنه كان يحمل العلم الوطني ويرفض التخلي عنه أبدا، متمسك به جدا، وأطلق عليه لقب مفتش الشرطة لفون النار. فيستشهد قبل وصوله المستشفى. رحم الله سعال بوزيد، ورحم الله كل شهدائنا الأبرار، وجعله من أهل الجنة رمزا للتضحية والنضال. شكرا لكم.